السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى جولة جديدة في سودان هذا المساء، أحييكم فيها ونبدأ بالعناوين. السلطات الرسمية تشرع في وضع يدها على دور النقابات والاتحادات المهنية. عضو المجلس السيادي صديق ثور يؤكد حرص الحكومة على وضع الأساس لدولة القانون. طلاب من كلية الطب بجامعة السلام يعتصمون أمام وزارة التعليم العالي. أهلا بكم. بدأت السلطات الرسمية في وضع قرار حل النقابات والاتحادات المهنية بالبلاد موضع التنفيذ، وأغلقت قوة من الشرطة عددا من النقابات والاتحادات من أبرزها نقابة المعلمين وفندق المعلم والاتحاد العام للصحفيين السودانيين واتحاد أطباء السودان، مباني دار المهندس ودار المحامين ومقر اتحاد أصحاب العمل، مقر النقابة العامة لعمال الكهرباء والبترول والتعدين والري بشارع المطار. وتأتي الخطوة بعد قرار مجلس السيادة برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان بتشكيل لجنة لتفكيك النظام المعزول إنفاذا لقانون تمت إجازته مؤخرا بحل النقابات والاتحادات المهنية. قال عضو مجلس السيادة صديق ثور، قال إذا لم تحقق أهداف أو لم تحقق أهداف الثورة فلن نكون جديرين بالبقاء في السلطة. في مخاطبة له بشرق النيل في تدشين العمل في إحدى الطرق البرية، وقال صديق ثور إن مهمة الفترة الانتقالية هي وضع الأساس لتمكين الدولة السودانية للتحول لدولة القانون والعدل والمساواة يسودها السلام والاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطنين. وطالب ثور الشركة المنفذة للطريق بالالتزام بمواصفات تشييد الطرق وتوظيف مال المسؤولية الاجتماعية لصالح المواطن. وشاد ثور بقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقل والذي حقق وعده للمواطنين في بداية الثورة برصف هذا الطريق، وهو وعد مستحق لهذه المنطقة والتي تنتشر فيها الطرق الصوفية وخرج منها كبار الساسة وعباقرة الفن والأدب. نحتفل بتدشين هذا الطريق الهام وأيضا مشروع مياه أم دوم، وأيضا هي مناسبة سعيدة تجعلنا نشعر بالإعزاز ونشعر بالافتخار أن اقتربنا من القليل مما يستحقه أبناء السودان في واحدة من البقع العزيزة من بقاع السودان اللي هي شرق النيل. وصل إلى محطة سكة الحديد بعبر قطار من الخرطوم وعلى متنه ممثلين للثوار وأسر شهداء ثورة ديسمبر. ويأتي القطار الذي وصل اليوم وسط استقبالات شعبية حاشدة كقطار مقدمة لقطار الاحتفال الذي ستسيره الفعاليات الثورية من ولايات البلاد من الخرطوم لمدينة عبرة صباح بعد غد الخميس. وأعلن المتحدث باسم قوى إعلام قوى الحرية والتغيير بولاية نهر النيل صالح عمر ترحيبهم بوفود مقدمة قطارات احتفالات الثورة، معتبرا ذلك يمثل ردا للجميل ووفاء وعرفانا لمدينة عذبرة التي فجرت شرارة الثورة. وجددت قيادات المشاركة في الاحتفالية حرصها على حماية الثورة والانتصار لشعاراتها المرفوعة من خلال ترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة والدفاع عن مكتسبات الثورة وحكومة الفترة الانتقالية. عذبرة بترحب بكل الضيوف باسم ولاية نهر النيل اللي حيكون فيه حضور كبير جدا في اليومين القادمات لإحياء الفعالية الرئيسية يوم 19، وده القطار الأول، في قطارين حيكونن يوم الخميس، وفي مجموعة كبيرة جدا من الثوار من مختلف أنحاء السودان مشرفين مدينة عذبرة. نحن باسم قوى إعلان الحرية والتغيير في نهر النيل بنرحب بجميع الضيوف ونقول لهم حبابكم عشرة، ومع بعض كلنا حنبني السودان الذي نريد والوطن الذي يسعد الجميع.
فيما عبرت ممثلة أسر الشهداء بولاية الخرطوم عن سعادتها بمشاركة ثوار عبر الاحتفالات القومية بالعيد الأول لثورة ديسمبر المجيدة، وأكدت أن تلاحمها مع ثوار مدينة عبر وأسر شهدائها يمثل قمة الوفاء لأرواح الشهداء والمفقودين، وجددت من عبر حرصها على حماية مقدرات الثورة والانتصار لشعاراتها المرفوعة. خاص في نفوس الشعب السوداني العظيم عبر التي دعمتنا بقطارات لا يمكن أن ننساها، هي كانت داعمة قوية وكانت في مقدمة الركب لتفجير الثورة. أتينا الآن وجدنا استقبالا فاق كل تصور، وهي هكذا كانت عبرة وستظل عبرة، هي دائما في مقدمة الركب، ونحن نتشرف كثيرا جدا أن نكون حضور في احتفالات إحياء ذكرى أبنائنا الشهداء. الليلة عبرة استقبلت مقدمة قطار سوار ولجان الخرطوم، جونا في عطبرة كبداية لانطلاقة ثورة 19 ديسمبر المجيدة، فالحمد لله عطبرة عن بكرة أبيها استقبلتهم في المحطة هنا محطة عطبرة، فغدا إن شاء الله في قطار بعد غد في قطار جاي برضو من الخرطوم، سوار الخرطوم عموما جايننا في عطبرة ونرحب بهم حباب ألف في عطبرة ويشرفونا إن شاء الله. اعتصم طلاب من كلية الطب بجامعة السلام بمدينة المجلة أمام مقر وزارة التعليم العالي بالخرطوم لأكثر من 10 أيام، ويحتج طلاب المعتصمون على قرار نقل الكلية من مقرها بكلية الطب بجامعة كردفان بالأبيض إلى مبنى بمدينة المجلة بغرب كردفان وصفوه بغير المؤهل من حيث البيئة الجامعية وعدم وجود أجهزة أو معامل أو معدات طبية. طبعا جامعة السلام توجد في مدينة المجلة غرب كردفان، الجامعة القبول لها كان 2015 في دفعتين في الأبيض ونحن 3 دفع في المجلد. الجامعة بتعاني من مشاكل كثيرة على المستوى، مشينا في المستوى في مشاكل كثيرة على المستوى الأكاديمي المستوى البيئي، المشاكل دي في لجنة جات غيمت البيئة هناك وطرحت المشاكل دي للوزيرة، والوزيرة رسلت لجنة غيمت جات راجع، اللجنة أثبتت الوضع المزري لكليتي الطب والتمريض وجود مناهج غير مجازة. الحل إنه المناهج المشكلة بقت هسي الناس الوزيرة وغيرها من نعيان أو سياسيين أو كله ما قادرين يفرقوا بين مصلحة الكلية كمستقبل ومصلحة الطالب في الحل الآني. الكلية بتفتقد لأي شيء، ما فيها ولا حاجة، يعني لا معدات لا معامل لا أي شيء، فيها بس يعني طلبة ما فيها أي حاجة. فنحن حلولنا قلنا شنو؟ قلنا إن الكلية ممكن تكون قاعدة، نحن ما دارين إن الكلية تزود تكون قاعدة، لكن نحن مستقبلنا شنو؟ احنا مستقبلنا شنو في الفتره دي انه تتاهل فيها؟ احنا يحولونا لجامعات تانية، الكليه تتاهل بعد ذاك يقبلوا فيها طلبه تانية. تنعقد بالخرطوم ورشه السياسات الثقافيه في المرحله الانتقاليه والتي تنظمها مؤسسه السودان فيلم فاكتوري بالتعاون مع مؤسسه العمل للامل. وقالت إلاف الكنزي المدير التنفيذي لسودان فيلم فاكتوري إن الورشة تهدف لرسم السياسات الثقافية في ظل التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية والتي يمر بها السودان حاليا، إلى جانب التعرف على أنماط السياسات الثقافية في العالم والإبداع وأهميته في مراحل التحول السياسي وصولا لمجتمع مدني متنوع يتمتع بحقوقه الأساسية في الأنماط الثقافية وحرية التعبير. احنا بننظم لورشة السياسات الثقافية، ودي ورشة احنا كنا بنحاول نشتغل على تنظيمها لنا فترة، لكن كانت الظروف غير سامحة وغير مواتية، واحنا هسه بنشوف انه دي فرصة مناسبة ان نتكلم عن حاجة زي السياسات الثقافية في السودان، وانه بنفتكر انه ده جزء من اسهامنا في سودان فيلم فاكتوري في المرحلة الانتقالية في البلاد، وحاولنا انه تكون يعني الحضور متنوع ومن صحفيين وكتاب ومشتغلين في الثقافة ومن ممثلي لوزارة الثقافة وللمجلس الأعلى المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون. احتفلت كلية تنمية المجتمع بجامعة نيالة بتخرج دفعة من دارسات برامج التأهيل والتدريب على الصناعات اليدوية والمنتجات المنزلية وصناعة الأغذية والحياكة والتطريز. وأوضحت مقبولة عبد الجبار عميد الكلية أن الاحتفال جاء بعد عدد من الكورسات التأهيلية
لعدد من الدراسات من مجتمع الولاية في مجالات توفر فرص كسب العيش للنساء عبر طرق الإنتاج البسيط الذي يعتمد على المكون المحلي لزيادة دخل الأسر بوسائل إنتاج مبسطة. وقالت إن الكلية تعمل على إيصال وتوسعة رسالة الجامعة تجاه المجتمعات المحلية في الريف والقرى في الولاية عبر مثل هذه البرامج. ببرنامج تخريج الدارسات في برامج مختلفة، برامج كلية تنمية المجتمع جامعة نيالة، اللي هي برامج الحياكة وبرامج التغذية، الغذاء والتغذية، وعندنا صناعة الصابون وغيرها من البرامج اللي بتساعد المجتمع تحت شعار صنع في اليد ضمان من الفقر. هذه الكلية يعني أهدافها الأساسية هي عايزة تكون يعني وثيقة بالمجتمع وتقدم رسالة جامعة نيالة اللي هي من خلال تقديم الوعي المجتمعي وتوفير الفرص التدريبية لوسائل كسب العيش. أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عطلة رسمية الأربعاء القادم الموافق 25 من ديسمبر الجاري في جميع أنحاء البلاد بمناسبة عيد الميلاد. وأشارت الأمانة العامة إلى أن عطلة عيد الميلاد للطوائف الغربية ستكون خلال الفترة من يوم الثلاثاء 24 من ديسمبر وحتى الخميس 26 منهم.